أكد رئيس تكتل التغيير والإصلاح الإمام ميشيل عون أن البيان الوزاري لن يواجه أحدا، وقال: نحن نريد العدالة ولكن نرفض التزوير والقرارات المأخوذة خلافا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن كلمة تصفية الحساب والثأر والكيدية ليست في حساباتنا. عون بعد اجتماع التكتل في الرابي شن هجوما مضادا على المعارضة، واصفا معارضتها بالشرسة ولكن قليلة التهذيب، شارحا ما قصد بعبارة وان واي تيكت للرئيس سعد الحريري. وان واي تيكت مش الله يموتوا الله ياخذوا الله، وان واي تيكت يعني بروح واحد على بلده بروح، ما انا اعطيوني وحده سنه 1990 تمردت عليها ورجعت، ما له الا يتمردوا ويرجعوا. بس مش هذا المؤسف، المؤسف اكثر انه تيار المستقبل ما قريوا شو كتب له الله يرحمه الرئيس رفيق الحريري على باب السرايا: لو دامت لغير كلمه قالت اليك. بما انه رفضوا الوان واي اوت، رح نقول لهم وان واي ان من هلا ورايح، ما رح حيدر ما نحن اعطينا هالنعمه يفلوا، لان في جناح جديد بروميه عم يتزبط ان شاء الله بيسيع قسم كبير منهم. ما حدا يتوقع علينا بالكون، اصغر ما له حق يتوقع، كذاب ما له حق يتوقع، حرامي ما له حق يتوقع، هودي كلهم مدانين اجتماعيا. ومنشوف بكره سجلاتهم بالميل وبغير الميل، وكل واحد بياكل حصته. عون رد على كلام جيفري فيلتمان الذي اعتبر ان هذه الحكومه باحسن حال هي حكومه سوريه وبالاسوأ ايرانيه. انا مخلوق عجيب، ولانه معود انه هو يالف الحكومه بلبنان يبدو او بغير دول، لانه هالمره الوحيده يلي الحكومه تالفت خارج ارادته، بما انه معود عوني يلي عليهم وصايه وما بيقدروا يعيشوا بدون وصايه، كان اعتقدنا انه نحن كمان في علينا وصاية. وصاية عند مين تخيلها؟ عند اللي بيعتبرون خصومه محور الشر. نحن محور شر على الشر، ونحن سعداء بهالتسمية. عون رأى أن ما حصل في طرابلس كان مدروسا وليس من العدم، ورد على ما تتعرض له الحكومة من حملات. تهذيب بيقضي كمان أنه بتتألف حكومة جديدة بيعطوها بيقولوا بيريود دو غراس، فترة سماح إجمالا 100 يوم، ولو قبل ما تتألف الحكومة سبونا عم يحكوا عن انحطاط الخطاب السياسي. هذا هو انحطاط الخطاب السياسي، بس اللي بيعمل نكتة بيقول فيها انحطاط يا عيب الشو. وعن اتصال الرئيس سليمان به أكد عون حصول الاتصال، مشيرا إلى أنه لم يجري الحديث عن الحوار، إنما جرى البحث في موضوع سيعرف لاحقا. عون رأى أن سوريا تتعرض لمؤامرة، مشيرا إلى أن التظاهرات المؤيدة للنظام في سوريا كانت أكبر ممن خرج ضد الرئيس بشار الأسد.